نشوف الاحصائيه اللي بعد كده يا استاذ مهيب. طبعا عندنا افضل اللاعبين في التدخلات الصحيحه اللي هو قطع الكوره، انك تقطع الكوره من المنافس، ده مهم جدا. بيجي في المركز الاول عندنا عمر كمال. حضرتك خلي بالك هنركز على عمر كمال عشان اسمه هيجي كتير معانا في الاحصائيه، عشان كده طلع احسن واحد في المباراه ما شاء الله. هو تقريبا هو عمر كمال ومحمد صلاح تقريبا متساويين فارق ضئيل بينهم يعني، لكن عمر كمال 5 تدخلات صحيحه، قدر يقطع الكوره من المنافس 5 مرات، ده طبعا رقم ايجابي جدا. بعديه بيجي عمرو السوليه طبعا لاعب الوسط المدافع للمنتخب المصري، 3 مرات قطع الكره. بعديهم جيفرسون انكادا من غينيا بيساو 3 مرات، ثم سوري ماني وبانوتشي كامارا كل واحد فيهم مرتين. ده بالنسبه للتدخلات الصحيحه وقطع الكره على مدار ال 90 دقيقه. الصوره اللي بعديها الاحصائيه اللي جايه، افضل لاعبين في الكرات العرضيه، عمر كمال بتفوق تفوق كاسح يا استاذ مهيب، 11 كره عرضيه لعبها عمر كمال في 90 دقيقه، رقم كبير جدا ورقم ايجابي، منهم 4 عرضيات صحيحه وصلوا للمهاجمين و7 كرات عرضيه فقط ما وصلوش للمهاجمين، وبالتالي هو صاحب اعلى نسبه عرضيات. يعني عايز اقول لحضرتك على مدار 90 دقيقه بالكامل منتخب مصر عمل 5 عرضيات صحيحه، منهم 4 لعمر كمال وواحده لمحمد صلاح. محمد صلاح عمل 7 عرضيات، واحده فقط راحت للمهاجم، و6 عرضيات شتتها دفاع منتخب غينيا بيساو. بعديهم فالي كاندي من غينيا بيساو 5 عرضيات كلهم غير صحيحه، عمر مرموش 4 عرضيات كلها غير صحيحه، الناحيه الثانيه ايمن اشرف 3 عرضيات غير صحيحه، زيزو عرضيتين غير صحيحه. فبالتالي طيب. عمر كمال في العرضيات كان ماكينه عرضيات بلغه الكوره في ماتش غينيا بيساو. انا عايز بس اقول عايزين الكابتن جمال إيه؟ كل العرضيات دي كانت عايزه الكابتن جمال. والله طيب. انا الحاجات اللي عملها عمر كمال ديت انا كنت قاعد متحسر عليها.